لو بتستخدم ويندوز اكيد عارف طبعا ريسايكل بن او سله المهملات اللي تقدر ترجع منها اللي حذفته تاني. لو عايز تعمل ده على الاندرويد يبقى حمل برنامج دامبستر، تقدر تختار نوع الملفات اللي لو حذفتها تروح للبرنامج بدل ما تتحذف، وتقدر ترجعها تاني لو حبيت في اي وقت. استنونا في معلومه تكنولوجيه جديده.